علاقتنا بالسلطة علاقة مفتوحة، ما عندناش فيها إشكال، رغم أننا موجودين في المعارضة، لأننا إحنا لسنا معارضة عدمية، نحن لسنا معارضة التي لا تؤمن بالأمر الواقع اللي موجود، يعني بالسلطة الموجودة، إحنا معارضة تعترف بالمؤسسات اللي راها قائمة وتتعامل مع هذه المؤسسات وفق ما جاءت به الطرق اللي جاءت بها المؤسسة، وبالتالي إحنا لسنا قلقين، بالعكس إحنا نشعر أننا نقدم لبلدنا ولوطننا ولمواطنينا يعني جهد جبار من خلال وجودنا في المعارضة، لأن هذه المعارضة راهي تقدم في نقد لعمل الحكومة، تقدم في تصويب وتقدم في توجيه، ثم بعد ذلك تعطي الصورة الديمقراطية، تمثل الصورة الديمقراطية في البلاد، ولذلك احنا حرصنا على دخول الحكومة من عدم دخوله ماهوش لم غير موش أولوية، الأولوية كيفاش البلاد تنتقل إلى وضع يكونوا فيه المواطنين مرتاحين، يكون فيه الأداء الحكومي يعبر على الإرادة السياسية تاع المواطنين، ويكون فيه الأداء الحكومي يلقى الرضا والقبول في التعاطي مع شؤون المواطنين اليومية وقضاياهم وانشغالاتهم، ويعالج الإشكاليات اللي راه موجودة في التنمية في كذا التجاوز. نحن مقبلون على أزمات كبيرة عالمية اقتصادية، وعلى أزمات هذه تحتاج إلى تمتين الجبهة الوطنية من خلال أداء يكون مشرف، ولو الأداء هذا اللي يكون مشرف وباش يكون في المستوى المطلوب لازمه سنة التدافع، يكون هناك يعني تدافع من طرف أحزاب تؤدي دور المعارضة من خلال التدافع يتحقق لدى الأداء الحكومي التجويد والتطوير والتحسين إلى غيره.